مساكم الله بالخير مشاهدينا في حلقة جديدة برنامج على السيف، وتحديدا في عشانه ضيفت اليوم فنانة غابت عن الساحة الفنية لكن ردت ناقدة. نادية العاصي مساء الخير. مساك الله بالنور. ناقدة هذه قوية على طول، بدالة قوية. عندك برنامج نقدي؟ بس أنا مو أول شيء بمسي عليك، بمسي على كل اللي قاعد يشوفونا. وأبي أقول لك إن أكيد أنا مناقدة فنية، طبعاً ماني ناقدة. أنا يمكن عشان البرنامج، أنا برنامجي كانت مجرد وجهة نظر لا أكثر ولا أقل. مو نقد. لا طبعاً. وين النقد؟ وين النقد؟ ناس مو فضايح. ليش تكلمتي في أشياء وايد كانت جريئة. والله عاد الناس أنا ما لومهم، يعني هم كل إنسان، أنا ما أدش بعقول العالم، كل إنسان له تفكيره، كل إنسان له عقله، فكل واحد له تفكيره الخاص فيه وكل واحد يحلل على كيفه. بس بالنهاية أكيد رأي الناس جدا مهم، بس هو مو فضايح، يعني ليش لما نطلع نتكلم شيء واقع؟ فضايح. أنت تكلمتي في أشياء ممكن الناس ما كانت تعلم عنها، بدخل معاك دغري. أنا ما أحب، أنا ما أحب اللف والدوران، أنا سيدة. كأنك جاية تصفين حسابات انت مع الناس، كأنك جاية تصفين حسابات. ليش؟ شو مسوي؟ يعني سبع سنين او ثمان سنين انت قاعدة. انا اعتزلت بمزاجي يعني. شو اللي ردك؟ منو اللي؟ شو اللي ردك؟ ضايقتك لاني ردك؟ لا شو اللي ردك؟ لا عفوا، ضايقتك اني ردك؟ لا خذيت رزقك؟ شلون رزقك؟ شنو اللي ردك؟ ايش اللي ردك؟ اي خذيت من دربك يعني كخذيت. انا قاعد اقول شو اللي ردك انت مرة ثانية؟ انت واحد قرار اعتزال، انا اعتزلت عن قناعة معتزل. في اسباب خليته يرد عشان شي قاعد اسالك شو اللي ردك؟ انا مو صابك. عبالي شو اللي ردك؟ لا شو اللي ردك؟ ليش رديتي؟ اول شيء قلتها بالكويتي، شو اللي ردك؟ اول شيء انا اعتزلت بمزاجي، ما حد يعني طقني على ايدي، اعتزلت بعز الشهره. تذكر برنامج اهداءات على قناه، ما نبي نسمي القناه، سبب يعني لويا وشهرة، وحتى يتني سيارة بورش هدية، والناس كانت يعني بعز الشهرة. إذا أنا أبي شهرة وأبي مجد وأبي فلوس وأبي، كان ما اعتزلت ولا حد طقني على إيدي قال لي نادي اعتزلي. أنا بنت تزوجت، في ناس يعطون هدايا بورشات، وتزوجت في ناس يعطون أكثر. ليش بورشات؟ هدية كذي؟ إيه ليش؟ من الشيخة حصة معروفة السالفة هذه، ما تعرف؟ كان زي والله ما أدري عنها، أول مرة أسمع منك. إذا في بورشات هدايا إن شاء الله يعطوننا إحنا بعد بورشات. موضوع قديم يعني. ما anyway، فاستغفر الله ربي، فأنا اعتزلت بإرادتي يعني. حلو. أنت شايفة اليوم إن أنت قادرة، أنا بتكلم معك بوضوح. اليوم الفترة اللي أنت قعدتي فيها في البيت ما اشتغلتي فيها وبإرادتك، وهذا حقك الاعتزال. طلعوا فنانات. ورديت بإرادتي. أوكي، طلعوا فنانات وايد. اليوم صار تفكير نسبة كبيرة من اليوم المشاهدين منتجين يبون البنت الجديدة، الوجه الجديد الحلوة. انت ما شاء الله عليك، انا ما اقدر اقول او اني انا قيم. شايفة نفسك قادرة تقايشين مع الناس الموجودين؟ من اي ناحية؟ من الجمال ولا من الاداء؟ من كل شيء، اداء وجمال. اول شيء الجمال الحمد لله ماني قاصرة يعني انا بنت، يعني ما بمدح نفسي، اكيد الناس هم اللي يشوفون ويحكمون. بس انا اعرف نفسي ماني قاصره، يعني لا قاصرني جمال ولا قاصرني ثقافه ولا قاصرني اداء. فبالتالي اللي قاعد يمثلون الحين واليدد هذيلا كلهم الله يوفقهم. بالعكس انا يعني اتمنى لهم التوفيق، واكيد حقهم، ترى تعبوا مثل ما قلت لك قبل شوي، يعني مو بسهوله، ترى التمثيل مو سهل، مو شغله سهله ابدا. فهم من حقهم انهم ياخذون الشهره، من حقهم انهم ياخذون حب الناس، من حقهم انهم يلفتون الانظار سواء بادائهم او بشكلهم. يعني انا بالعكس مو زعلانه، ويمكن ايه تقدموا عن نادية، أنا يمكن قبلهم بايد، بس أكيد تقدموا لأنهم أهم مستمرين. أنا هديت يعني ما ولا يعني بالجمال ولا بالأداء. أول شيء أنا الجمال ما يهمني، أوكي الجمال مهم للفنان، حلو يكون طلته مثلاً بلقاء بمؤتمر، حلو تكون طلته حلوة، ولكن بدور تمثيلي أنا صراحة ما يهمني الجمال، لأني أنا مو طالعة أعرض شكلي ولا جسمي ولا مكياجي حق الجمهور، طالعة عشان أدي رسالة معينة بوصلها حق المشاهد، فما راح يهمني الشكل. عادي لو أطلع بدون ميكب، لو أنت الحين قاعد تتابعين قلتي لي الرسالة اللي بتوصلها للناس، انت قاعد تتابعين تشوفين مثلا وسائل التواصل الاجتماعي؟ انا قليل اتابع، انا ما اكذب عليك يعني بكل صراحه ووضوح مع احترامي للكل، انت مو قاعد حتى تشوفين. اللي عندي اشوف بس قليل، حتى اللي عندي انا ضايفه، اللي عندي يعني رفيجاتي الخاصات قليل اتابعهم، يعني لان في مواضيع ما تهمني، يعني في مواضيع ما ضيع وقتي فيها صراحه.
ولما ادش بالانستغرام بالصدفه يعني اكون فاضيه مثلا ما عندي شيء واشوف يعني اشوف وايد في اشياء سلبيه ما تعجبني. الحين برنامج ناديه فوكس سلبي وسلط الضوء على اشياء سلبيه، الحين وقفنا هني. استغراب عليك اليوم الناس عرفتك انك انت فنانه تمثلين، بس خليني فقرروا العوده راح يجيك مره. قاعد تنسيني على فكره شنو كنت بقول. ليس الاجابه طويله بالحوار، احنا نسال سؤال اجابه وايد بس كبيره، بس لانه في بس لانه في نقاط لازم ان الناس تعرفها. يعني ليش نركز على سلبيات ناديه؟ ليش ما تركزون على سلبيات السوشيال ميديا اللي الحين قاعده تطلع؟ ليش ما نركز الناس حابين للاسف بعض الناس طبعا مو كلهم حابين الشيء هذا ومستانسين عليه، وللاسف هم قاعدين يساعدون على انتشاره. بالنهايه هم ارائهم اكيد طبعا اكيد 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 احنا ما نقدر كل واحد له حريه التعبير. اليوم انت قاعد تشوفين التراشقات اللي قاعد تصير في الوسط الفني، مشاكل وقيل وقال وهذا يصلح حق هذا وهذا يطق هذا، سواء كان بالجرائد ولا بالسوشيال ميديا، تابعتي هذه الامور؟ والله مر علي. مر عليك يعني مو متابعه؟ لا انا اشوفهم بالصدفه. شوفين. اتابع منو يعني تكفى منو بتابع؟ اليوم الفن احنا قاعد نتكلم رساله بس صح؟ ما عليك امر يعني عفوا منو بتابع يعني منو بتابع شنو قاعدين يسوون؟ قاعدين اساسا في فنانين وفنانات انا بالنسبه لي كنت احترمهم واقدرهم سواء بالخليج ولا بالعالم العربي، كنت اكن لهم كل احترام وتقدير وكنت لما اشوفهم استانس. الحين انا ما يعني صادميني السناب والانستغرام طلعهم على حقيقتهم، قاعد اشوف هذه الفنانه مو هذه اللي انا كنت احبها واتابعها واستانس عليها واتعلم منها، يعني قاعده انصدم انا شنو بتابع يعني. اكيد لا يعني اكيد شيء يعني اكيد مو كلهم بس البعض منهم شيء ما تقدر تتابعه، يعني ايش بتابع؟ شوفوا مكياجي، شوفوا شعري، شوفوا انا شنو كليت، ما مو فاضيه صراحه يعني اتابع هالقصص. عندك خطوط حمراء ما تقبلين فيها؟ كل انسان بحياته اكيد لازم يكون عنده خطوط حمراء ما يصير نتعداها يعني بالفن. اكيد بكل شيء لازم، مو بس بالفن، بحياتك الطبيعيه، بقعدتي معك في خط احمر، بتعاملي مع الشباب في خط احمر، بحياتي بالبيت مع ريلي في خط احمر. اكيد يعني يقول انت عائده ان شاء الله الى الدراما ولا لا؟ عفوا عائده الى الدراما اذا لقيت دور اذا لقيت دور يناسب ناديه. انا ما ابي دور مكرر، انعرض علي وايد ادوار وما عجبتني من مخرجين، يعني اسمي لك عشان لا تقول ناديه تطلع تقول انعرض وما قالت منير المخرج وجهه تحيه. لو بنسمي احنا اشخاص حلو ممتاز احسن نسميها عن الشخصيات اللي انت ما كنتي تتكلمين عنها. حلو لا في شيء تقدر تقوله في شيء منو؟ عفوا اللي خذلوك اللي كنت تتابعين وتتعلمين منهم وانخذلتيهم تشوفيهم انخذلت فيهم ليش؟ لان هذيل الاسماء انا اعزهم يعني واتعلم منهم، كنت لما اشوفهم بالتمثيل قلت لك يا هم انا بنعيد عشان لا نطول الاجوبه، ولكن السوشيال ميديا من الاخر طلع وايد ناس على حقيقتهم. حتى مره باحدى اللقاءات قال لي صحفي وناقد ما نبي نذكر اسمه قال لي ان ناديه انت ما تنزلين يعني بسناب وهذا، يمكن انت عشتي طفولتك مو مثل غيرهم ما عاشوا، يمكن هالناس هذيلا ما عاشوا طفولتهم. قلت لها ليش ما عاشوا؟ انا بنت واحده من الناس عمري ما طلعت قلت هالكلمه، ما عشت طفولتي وماني مجبوره اطلع اوري الناس انا ترى شوفوني انا، ماني مجبوره. كل انسان له خصوصياته، ما يصير كل شيء يتصور كل شيء. ما له شغل في موضوع السوشيال ميديا؟ لا هو كان قاعد يقول لي الصحفي والناقد كان قاعد يقول لي يبرر انه يمكن هذيل الفنانين او الفنانات اللي قاعد نتكلم عنهم بذاك الوقت، البرنامج الحين ماله ما نعرف ان شاء الله ينعرض قريب، يمكن ما عاشوا طفولتهم فقاعدين يطلعون يعني لانهم كبار بالسن بصراحه، يعني هم حركاتهم اكبر من عمرهم، فقال يمكن قاعدين يعيشون طفولتهم الحين المتاخره. قلت له ما فيها شيء، انا يمكن واحده من الناس ما عشت طفولتي وما اطلع اروح اسوي، اذا ما عشت طفولتي اروح اسوي بالسناب وبالسوشيال ميديا حركات يعني انا ياهل شوفوني، لكل العمر حقه عدل ولا لا؟ صحيح. وبالعكس كل ما نكبر سنه كل ما يكبر قدرنا يعني ما فيها اي مشكله. انا سعدت في لقائك اليوم. الله يسعدك وانا اسعد. حياك الله. ربي يسعدك، شكرا لك. حياك الله. تمسون على خير.